تحية كبيرة لكم ومرحبا بكم في هذا المطبخ اللي كل مرة نجيب لكم بعض الوصفات كما راكم تشاهدوا. اللي جبت لكم حاجة خفيفة وسريعة فيها مقادير بسيطة، معناتها كي تكون عندنا حساء ولا تكون عندنا مقبلة ولا غراتا نقدروا نستعملوا هذه سلطة الزينة. أنا سميتها سلطة الزينة. روحوا للمقادير، عندنا هنا حبة 200 غرام اليقطين اللي هي الكابوية والقرعة الصفراء، كل واحد كيفاش يسميها. 200 غرام. نوزنوا المقادير، عندنا جوج حبات كوسة قرعة، عندنا جوج حبات جزر، كلهم يكونوا نفس الحجم، قطعهم ونفورهم بشوية ملح في الكحل. عندنا حبيبة طماطم الزينة، عندنا خيار مخلل، هنا عندنا 250 غرام بطاطا ولكن رقيقة ونقطعها شرائح شفافة ونقلها في شوية زيت وزبدة، عندنا خس، عندنا طماطم، عندنا خيار شكلناه كل حبة وبالسكين ندورو ونعود نقطع غير بشوية في الدوران تحصلوا على هذا الشكل بدل ما نديرو طاي كريون ولا ميبرات، دونك غير باليد هكا حتى تجينا يكون عندنا نفس. عندنا بطراف، عندنا زيتون مشكل معناتها فيه البنفسجي الأسود والأخضر، وعندنا هنايا زدنا شوية تاع كسكس 200 غرام تاع كسكس، دونك 200 غرام كسكس ندير لها ملح في الكحل فقط، شويه ملح في الكحل مور في زيت ونروحوا. وعندنا 70 غرام تاع مايونيز. الكحل بنديرهم في الكسكس، الكسكس هنايا شمختو شويه تاع ماء من بعد فورتو وحده ومن بعد بسيناه ولا بهذه الطريقه، دونك عندنا شويه تاع ملح، يعني شوية فلفل الكحل. هي المطبخ الغربي الكسكس استعملوه كسلطات كمقبلات.
اللي حاب يدير خردل مثلا موتارد، ولا يدير شويه تاع خل البلسامي او الخل الاحمر، خل يعطي معناتها يزيد لها لمسه. ثم من يدير اللب تاع الليمون، قطع تاع الليمون. رانا ولينا من الفصل بعد ما درنا 20 دقيقة، دونك عندنا الكمية اللي هي 70 غرام تاع المايونيز. كان يحب يدير شوية موطارد أو عصير ليم عادي. كي تكون هذه السلطة نقدر نديروا حاجة معها، يعني سوب خفيفة ولا غراتا ولا حاجة خفيفة مع شوية خبز دار، دونك بدل ما نديروا أطباق رئيسية هذه دائما نستعملوا ملعقه تاع السيليكون، معناتها بالخفت تهبط لنا الحشو كيما انا نشهتو هنا فان هبطو كامل. علاش نستعملوا حتى في المسكوتش وحتى في لاجينواز؟ دائما تسهلنا عمليه تليمنا كل المقادير. نقولوا كي تكون عندنا مثلا، دائما كي تكون عندنا الجهات الاربعه، احنا نسموها في الطبخ بالجهات الاربعه، يكون عندك قالب ولا يكون عندك اي مقبله، ونحبوا نديروا الورود ما نديروش وحده وحده وحده، من بعد دونك تكمل لك هذيك الورد يبقى المنظر تاعها ما عندوش هذيك اللمسه، ما عندوش رونق. دونك احنا دائما نديروا الجهات الاربعه، نحطوا على اليمين على اليسار اسفل الاعلى، من بعد نعرفوا كيفاش نحطوا الورد. دونك نزيدوا
راح نديروها في الثلاجة تقريب ربع ساعة. دونك هاي السلطة تاعنا رايحين نديروها في الثلاجة 20 دقيقة أو ربع ساعة، من بعد الوريقات تاع الخس معناتها هنا استعملنا غير القلب، معناتها القلب الدخلاني في اللون تاعو أخضر فاتح، من بعد رايحين نزينوها في طبق التقديم. إذا رايحين لحضرات نعاودو نولو وتشوفوا السلطة تاع اليوم، سلطة الزينة واجدة وحاضرة أمامكم. حياكم منا وجديد في نهاية هذا العدد. كما كتشوفوا حضرنا هذه السلطة اللي هي سلطة الزينة، مقادير موجودة في البيت، معناتها زدنا فيها الكسكس، درنا شوية عصير ليم أو شوية خل ملح في الكحل، دونك نديرو مع لا مايونيز. كل المقادير كما شفتوها جملة كاملة، دونك التزيين كما كنتم تشوفوا في الأخير عندنا شوية خل البلسامي، شوية تاع ملح، نص مغرف قهوة سكر، وعندنا كمية تاع زيت دونك باش نسقوا بها هذه لافينيغيت أو هذه الصلصة. فما من يدير شوية عصير ليم مع شوية زيت زيتون، دونك دائما كيكون عصير ليم مع زيت زيتون شيء طبيعي، كلها مواد طبيعية. أما كيكون خل نديرو مع زيت عادي شوية بلسامي، فوالا نسقوا. دونك بعد ما تاخذوا كل المقادير جربوا وصفة تاع نهار اليوم. دونك دائما كي تكون عندنا حساء خفيف ولا غراتان نقدروا نديروا معاه سلطه، اما كي يكونوا الاطباق الرئيسيه ولا طبيخات نقدروا نديروا معاهم بعض العجات مثلا لي زومليت. وحنا كملنا الميده تاعنا، وصلنا للنهايه، بقاو على خير، الى الملتقى.